مرحبا بك صديقي، أنا مكون في كل مكان. معك حازم كالعادة من جديد في فيديو جديد. اليوم سوف أشرح لك طريقة حماية الحساب الخاص بك، أيضا تفعيل أشياء جديدة في الفوسيت باي. تستطيع استقبال وإرسال الأموال والتي سوف أقوم بشرحها في الفيديو القادم، لكن مبدئيا سوف نقوم بحماية حساب الفوسيت باي الخاص بنا من الاختراق ومن أي يعني متسلل إلى الحساب الخاص بك. تقوم بمنعه حتى إن كان لديه يعني الإيميل وكلمة السر، و قام باختراق الجيميل الخاص بك لن يستطيع الدخول لحسابك على الفوسيت باي عبر هذه الطريقة التي سوف أشرحها لك اليوم صديقي. أوكي صديقي، بالنسبة للفوسيت باي لدينا هنا كما ترى قائمة تشغيل كاملة سوف تجدها أسفل هذا الفيديو، اسمها شرح الفوسيت باي بالتفصيل، بها كل ما يتعلق بالفوسيت باي من مشاكل وحلول وكل شيء، تستطيع إلقاء نظر عليها، بها كل شيء صديقي. أوكي، سوف ننتقل إلى حساب الفوسيت باي، وهذا حساب جديد قمت بإنشائه معكم عندما قمنا بإنشاء حساب على الفوسيت باي. أوكي صديقي، الآن أنت تريد حماية الحساب الخاص بك، كما ترى هنا في الأعلى يوجد البروفايل الخاص بك أو الاسم الخاص بك هنا في الصورة، سوف تضغط عليه ثم تذهب إلى Account Setting. طبعا تستطيع أن ترجمتها إلى اللغة العربية وهي إعدادات الحساب، سوف تضغط عليها، سوف يأخذك إلى هذه الصفحة. سوف تذهب إلى الأسفل قليلا، هنا يوجد تو فاكتور انتيكيتور، وهذه أو هذه هذه صديقي سوف تستخدمها لحماية الحساب الخاص بك صديقي. ماذا سوف تحتاج؟ سوف تحتاج فقط إلى الهاتف الخاص بك، تقوم بتحميل جوجل انتيكيتور وهو الذي سوف تقوم بحماية به الحساب الخاص بك. أوكي، تتوجه إلى هاتفك، سوف تقوم بكتابة جوجل انتيكيتور هنا وسوف تقوم بتحميله. تأكد أنك تحمل هذا التطبيق لأن يوجد هناك تطبيقات أخرى مشابهة مثل هذا التطبيق، تأكد من تحميلك هذا التطبيق. وأيضا سوف تجد الشركة المطورة وهي جوجل LLC. طبعا هذا التطبيق صغير جدا، به يعني 6 ميجا بايت، تستطيع تحميله. نقوم بتحميل التطبيق، سوف أقوم بتحميله ثم أعود لكم، هو يعني يحمل بسرعة كما ترى، حمل معنا يعني دون أي مشاكل. أوكي صديقي، سوف تقوم بفتح هذا التطبيق. هنا صديقي سوف تضغط على Get Started هكذا، وكما ترى هنا يقول لك هل تريد يعني عمل صورة أو سوف تقوم ب إدخال رقم. نحن سوف نقوم بإدخال رقم وهو هذا الرقم كما ترى هنا، أنت يعني تقوم بنسخ الرقم الخاص بك، ثم ندخل إلى هنا، نضغط على Enter Key، نضغط عليها، وهنا في الاسم سوف نقوم بكتابة Faucet Pay، وهنا سوف تطلع الكي الخاص بك الذي تقوم بنسخه من هنا، ثم هنا سوف تقوم بتركها على Time Based، سوف تقوم بتركها هكذا، ثم تضغط على Add. اوكي، هناك ما ترى هذا هو الرقم الخاص بك، كلما سوف تدخل الى الفوسيت باي سوف تستخدم هذا الرقم لكي تثبت انك انت هو شخص صاحب هذا الحساب. كما ترى هنا يوجد هنا مؤقت، يجب ان تقوم بكتابة هذا الرقم هنا، يعني ان انتهى المؤقت يتم تغيير كما ترى هنا. سوف نقوم نحن بكتابة هذا الرقم هنا، يجب أن تقوم بكتابته بسرعة صديقي، ثم سوف نضغط على Enable هنا. كما ترى صديقي تم التفعيل بنجاح، وتم ربط هذا الحساب الفوسيت باي الخاص بنا بهذا التطبيق صديقي. طبعا لا تقوم بحذف هذا التطبيق، اتركه لديك، هذا التطبيق هو مهم جدا لحمايتك، حتى إن كان الشخص لديه الإيميل والباسورد والجيميل وكل شيء لن يستطيع الدخول إلا عبر هذه الطريقة صديقي. اوكي صديقي، الشيء الذي سوف يحدث لك عندما تقوم بتسجيل الخروج من الحساب الخاص بك، فقد سوف تقوم بكتابة البيانات. اوكي صديقي، في المرات القادمة عندما تريد تسجيل الدخول للحساب الخاص بك تقوم بكتابة البيانات، تحل الكابتشا ثم تضغط على ساين ان. لاحظ معي ما سوف يظهر لك هنا صديقي لكي يعني لا تحصل لك اي مشاكل. كما ترى يقول لك لن تستطيع الدخول الا عند اثبات الهوية بالجوجل انتيكيتور. ماذا سوف تفعل؟ انت تذهب الى هاتفك، ترى هنا الرقم، تقوم بكتابته. طبعا يجب ان تقوم بكتابة هذا الرقم هنا والدخول قبل ان ينتهي هذا المؤقت الموجود هنا صديقي، لذا نحن سوف نقوم بكتابته.
ونضغط على لوجن. يجب أن نقوم بهذه الخطوة قبل أن ينتهي المؤقت. إن انتهى المؤقت تقوم بكتابة الرقم الجديد الذي سوف يظهر لك هنا. وبهذا صديقي أنت قمت الآن بحماية الحساب الخاص بك. في الفيديو القادم سوف أشرح لكم أصدقائي طريقة إرسال، يعني تريد إرسال بيتكوين إلى صديقك، صديقك لديه فوسيت باي، تريد إرسال له بيتكوين، تريد إرسال له دوج كوين. هذه يعني تستطيع مبادلة العملة الرقمية مع أصدقائك، أو تستطيع بيع العملة الرقمية. مثلا شخص يريد بيع عملته الرقمية يقوم بهذه الخطوة لكي يستطيع يعني إرسال من فوسيت باي إلى فوسيت باي، وسوف أشرحها في الفيديو القادم أصدقائي. بالنسبة لليوم صديقي هذا كل شيء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى وضع لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للتواصل بجديد أول بأول، والسلام عليكم.